إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا، إن الإنسان يحب ويكره ويغضب ويرضى، يحب ويبغض ويرضى، وتأخذ عواطفه تلك ذات اليمين وذات الشمال، فتتلون تصرفاته، فإذا هو يقبل على ما أحبه وينفر مما أبغضه. والحب درجات، ينمو حتى إذا بلغ غايته واستولى على الفرد تحكم فيه، فيجد في رضا حبيبه راحته، وفي عطف حبيبه جنته، وفي خدمته هناءه وسعادته. والجاهلية القديمة والحديثة والبعيدة والقريبة والحاضرة قد حصرت الحب في الاتصال المادي والنفع الحسي والجسماني. فبعضهم قد أحب المال والذهب، فإذا هو عبد المال يشبعه من كل وجه، ويبذل في سبيله كل مجهود، ويشقى ليوفر منه أكثر نصيب، يعمل في الحر والقر، ويحرم نفسه الراحة والمتعة، ويراوغ ويكذب ويفجر في القسم، ويقدم على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده، ويخاصم أقرباءه وجيرانه ليرى عدد ماله في نمو ومحصوله في ازدياد. فهذا النوع من الحب يقطع الإنسان من الوجود إلا إذا كان هذا الوجود يوفر له ما يحبه ويساعده على نيل مرغوبه ويزيد في ثروته. ويتبع هذا قطعا أنه لا يحدثه إلا بلغة الاقتصاد والاقتصاد وحده، ويبني حسابه على المال والمال وحده. فإذا حدثته عن القيم قال لك الخير، وإذا ذكرت له الشرف أجابك لا شرف مع الجوع، وإذا بسطت له الدين وقضاياه يدخل الدين يقول كذا وكذا، نادى بالتقنية والإنتاج والإنتاجية، وليست القيم ولا الشرف ولا الدين بأحلام أصحاب، بأحلام الجوع والعرض ولا الفقر، ولا يلاقي أي واحد منها التقدم الصناعي والضبط التقني. لكن هذا الشخص هو مفتون بالمال، أضاع رشده وأفقد صوابه، حبه العارم بالذهب وطغيان المال عليه، طغيان أذل وقتل فيه كل شعور إلا الشعور بالمال. إذا ثم نوع من الناس المال يعني بصائر، وقسم آخر هذا القسم، القسم الآخر أحب أسرته، فإذا هو في الليل والنهار في جميع الفصول يكتب ويجد ويواصل العمل في سبيل زوجته وأبنائه بقطع صلته بذوي قربان، إذ عانى لنزوات زوجته ويصل حتى رضا والديه، امتثال لزوجته وأبنائه
يهمل قوامته وعلمته تدليلا لها وإمعانا في ادعاء إسعادها فتلبس ما تشاء وتتعاهر فلا تدخل البيت إلا بعد أن يطلق الليل ظلاما ولكن الأب أعمى لا يحرك ساكنا ولا يثور في نفسه أي عامل يوقف التيار إذ الحب يعمي حب مركب وحب السيارات أي يخطف النار ويموت المهم مع مركب الأصفار ما يتكلمش داخلي لأنه يحبه وشأن معرفته كشأن معرفته كيف يطيل شعره يقول لي طول شعر يحجم حجابة الفزع التي هي منهي معناها حجمه هو حجابه قوة جديدة شباب نهار يهدين إن شاء الله حجم الرأي هذا الكل حجم الخامي مفهوم في شو شاكل وهذا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لتشبهها في بعض من الكفار ويلبس لباس الخنافس الذين قذفتهم المدنية الغربية الفاجرة في ربوعنا يسكت الأب ويتمرد الفتى أمام ضعف الأب لسلطان الحب الأعلى مادام يحب ولده حب وحب أعلى أعلى يحب وقد يحب الإنسان النساء والاتصال الجنسي فإذا همه في كل الأوقات مطاردة النساء والبحث عن أمثال عن الشواذ أمثال يتصيد الواحدة تلو الأخرى مضحيا بماله وسلامة بدنه وحفوظ عقله وشرف من ينتسب إليه في سبيل إرضاء شهوته هذه نماذج من عمل الحب وصور من الحب المادي الطاغي الذي يذهب بالشخصية ويقتل النفس وليست هذه إخوة الإيمان إلا صورا قليلة ونماذج منفردة بجانبها صور كبيرة ونماذج متعددة ولا يعشش هذا النوع من الحب تضحية كل شيء من نفسي كذا أو كذا ولا يعشش هذا النوع من الحب المنحرف في الإنسان ويرمي به في متاهات الباطل إلا إذا فقدت النفس الركيزة التي تقومها وتعطيها الثبات والقوة في صراع الحياة وهي شجرة الإيمان شجرة الإيمان ولا يهمل الفتى حتى يحب الله ويحب رسوله حبا يطغى على كل حب ويدخل شغاف القلب فيملأها ويستولي على النفس فتغيب كل ما يحمل فقد روى البخاري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا من كن فيه وجد حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما احب اليه مما سواهما وان يحب المرء اي الانسان لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود الى الكفر كما يكره ان يقذف في النار ما تتسمى مؤمن وتجد حلاوه الايمان انما يكون حب الله وحب رسوله يملا قلبك ولو كان اكثر ولو كان اكثر النفس ما تتسمى مؤمن بحق انما يكون حبك لرسوله اكثر حبك لبركك وصغارك وفلوسك والدنيا كلها نعم واحب حتى من نفسك التي بين جنبيك فهذه خصال مجموعه توجب لمن توفرت له ان ينعم في رياض الايمان او ينعم في رياض الايمان بالامن والطمانينه والسلام الروحي ولا يوجد ولا يجد في الدنيا لذه اكبر ولا نعمه افضل من الايمان ما تنساش نعمه اكبر واكبر واحب من الايمان الذي يملا قلب الانسان والايمان شنو هو الايمان هو ما وقع في القلب ان كنا نقول لا اله الا الله محمد رسول الله نعم
يقول انا مؤمن انا مسلم، لا، ده وقع من قلبي وصدق العمل. فهذا له الهدف، وقد ذاق حلاوه الايمان وانغمس في مراد الحب الالهي، عبر عن ذلك تعبيرا وافيا فقال، مش قال احد العباد، قال والله ان لفي ذلك لذة لو علمها الملوك لجالتون عليها بالسيوف. لذة الاعتماد لو علمها الملوك وعلمها الجواد لو علمها لحاربون لجالتون عليها بالسيوف. فالاموال والترف والملذات كلها نعيم زائف، نعيم غير حقيقي اذا ما ليس بنعمة الايمان وحب الله سبحانه وتعالى. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نفعنا الله وإياكم بالقرآن الكريم، ونفعنا الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على فضله وجوده وكرمه وإحسانه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فيا احبتي في الله، فان حب الله ليس كلمه تقال ولا شعار يردد على الألسنة. حب الله أعمق من هذا، حب الله يجب أن تقام عليه الأدلة من الإنسان كما هو شأن الإنسان مع كل شيء يحبه، وإلا كان كاذبا. إذا كان ما فيش دليل تقول الحب ربي فاهم الدليل، كيف الإنسان مع إنسان يحب إنسان آخر مش هو الدليل أن يحب الإنسان هذا؟ حب الله له ميزان في الكون، عنده ميزان، وأمار من يعرف بأنه يحب حقا، عنده ميزان يوزن به الحب هذا، وعنده مهارات، أن مقياسه ما ورد في قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالإنسان بيسمع حب عشيرته حب بنته حب صغرته حب الدنيا حب الدنيا حب ذلك ينعم بماذا وصفه الله؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن المحب عباد الله مطيع لمن أحب ساع في مرضاته، فمن يدعي حب الله فليزد نفسه بهذا الميزان الثالث، بهذه الميزان اللي فيه ثلاثة وجه. أولا على قدر مع أسرته مع أبيه وأمي وإخوانه وإخوته، هل يقدم رضاهم على رضا الله أو هو يرضي الله أولا؟ يسأل نفسه إذا أقدم أنا رضاي أمي وأبويا وكذا وأخواتي وفرق وإخينا وعشير وإصحاب على رضا ربي أو مقدم رضا ربي عليهم؟ هذه الحاجة الأولى. قد تدعوه العقل إلى أن يكون معها في طريق حياتها، تريد منه أن يتناول الخمر كما يتناولون مثلا، أو أن يمزق أعراض الناس كما يمزقون، أو أن يسخر من الناس كما يسخرون، فهل يرضي عواطف العقل أو يرضي ربه؟ هل يتبع طريق القاضي أو طريق الحق صراط الله المستقيم؟ والأبناء والزوجات، وكثيرا ما دخلت الفتنة على الرجل من ولده أو من زوجته أو على الزوجة من زوجها. هنا يقاس مقدار حب المؤمن لربه. تدعوه زوجته مثلا إلى عصيان أبويه والانتقام من ربه، والله أمر بطاعة والديه، وتدعوه أن يظهر على لباس فاخر والعطر الفواح وأدوات
مطالبها إلا بارتكاب المحرمات وأكل أموال الناس كفارا. فيوضع الميزان هنا، هل يغنم حب زوجته أو حب الله؟ وقد ندعوه إلى العلم وتكشف عن المواضع التي حرمها الله أن تكشفها إلا له وحده، فهل يرخي رأسه أم يثور ويوقفها عند حدها ويرضي الله سبحانه وتعالى؟ ومثل الزوجة البنت أيضا في كل ما تقدم، هذا ميزان آخر يوضع فيه من جانب حب الإنسان لبنيه وحبه لله سبحانه وتعالى. وهذه التجارة وما تتطلبه من وفرة المال وسعة في النقد، فهل يسير وفق إرادة الله؟ فلا يتسلف بالربا ولا يغش بالسلع ولا يحلف يمينا فاجرا ولا يعلم لافتات كاذبة للإشهار. سرايا كي تعمل هكا تتسلى بالربا وتعمل وتقسم بالفجور وتقسم على هذه السلعة كذا وكذا، يا أخي أرضيت نفسك أم أرضيت الله سبحانه وتعالى؟ أرضيت نفسك ربما ولكنك أغضبت الله غضبا شديدا. يضع في الميزان حب الله وما تقتضيه طاعة رب العالمين وحب التجارة وما تقتضيه، ثم يسجل الميزان في أي فريق كان. شوف روحك أنت في أي فريق، فريق اللي يحب ربي ولا فريق اللي يحب نفسه؟ فكم من مدعي أنه يحب الله وأنه متعلم بإيمانه أشد ما يكون التعلم، قد أجمعك نعم، حتى إذا أخذته على حد التجربة ظهر فساده وزيفه ورأيت حماله تنصب أشد من حبائل الشيطان يلتوي على الفريسة فلا يترك لها حراما. وأعيد الآية ثانية، أعيد الآية ثانية، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا إخوة الإيمان هو مقياس محبة الله بين يديه كما حكمه الله في كتابه. ولنكن حذرين أيها المؤمنون من أن ندعي محبة الله ونحن نعصيه ونسرع إلى مخالفته. ليس هذا شأن المحب مع من يحبه، إنما شأن المحب أن يجد النعيم والسعادة في الطاعة. المحب هو الذي يجد النعيم، يجد الحلاوة، يجد اللذة في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي اتباع أمره. والغريب أن كل محبوب يفرض على محبه أمورا ينتفع بها المحبوب. كل واحد يحب الأخير ثم يفرض عليه أمور إلى آخره، نعم. فأما رب العزة، أما رب العزة فإن كل ما افترضه عليه وأمرنا أن نطيعه فيه كل ذلك مما يعود علينا نحن البشر بالخير والسعادة. كل حاجة طلع من ربي الواجب لمصلحة أحلى، لسعادة أحلى، عبادة. وقد فصل القرآن الجماعة الذين يحبهم الله لأنهم أطاعوه، شكون هم؟ هم المحسنون، التوابون، المتطهرون، الصابرون، المتوكلون، المقسطون، الذين يقاتلون في سبيله وكلمته واحدة. فلنكن عباد الله من هؤلاء لنسعد برضوان الله ومحبته ولنحذر أن نقيم
من الشر ومن البشر أصنام نسترضيهم ونعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى، وما أكثر الأصنام في زماننا. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون حب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ويقول سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت رحيم، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضي وترضى بها عني يا رب العالمين، اللهم صل عليه صلاة تنشئ بها من جميع الأهوال والآفات، وترفع بها ترفع لنا بها الدرجات، وتقضي لنا بها الحاجات يا رب العالمين. اللهم قلوبنا بحبك وحب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المتقين وبالقرآن عاملين وبسنة رسولك مقتدين. اللهم احسن ختامنا وتوفنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم نقي قلوبنا من الغش والحسد والطمع والبغضاء والمعاداة. اللهم إنك خلاق عظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم. اللهم إنك البر الجواد الكريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا وأجرنا وارفعنا ولا تهمنا وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم اجعل التقوى تزادنا والثقة بك ظهرنا واعتقادنا وأمن من الخوف والجوع والفتن والحروب والمصائب بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخصم من خذل المسلمين. يا قوي يا متين، يا قوي يا متين، يا قوي يا متين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين عزا فأعزا، ومن أراد بالإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحله واجعل كيد التدمير يا رب العالمين. اللهم أعلم كلمة الحق يا رب العالمين، اللهم أعلم كلمة الحق يا رب العالمين. اللهم أشهد الظالمين هم ظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله كثيرا يذكركم ودعوه يستجيب.